سنة وطيبين للمصريين عموما، وإحنا أمنيا مستعدين تماما بكل إمكانياتنا لتأمين أي احتفالات تتم عندنا سواء في مدينة شرم أو أي مدينة موجودة في جنوب سيناء. موجود حاليا هو الأعياد الخاصة بالمسيحيين، أعياد الميلاد وأعياد السنة الميلادية، وأنا طبعا بهني الإخوة المسيحيين بأعياد السنة. وإحنا حاطين خطة طبعا على مستوى جميع معززين كل الخدمات الأمنية الموجودة في جنوب سيناء، بالاشتراك مع القوات المسلحة، بالاشتراك مع كل الجهات الشرطية الموجودة من الأمن المركزي أو من الأمن العام، من السياحة، كل ده تأمين الطرق عندنا على أساس الطرق تبقى كلها مؤمنة بسيارات تأمين الطرق، بظباط. اللي عايز يجي يقضي الأجازة بتاعة رأس السنة عندنا في شرم، الحالة مستقرة جدا، وكل الفنادق مؤمنة، كل الطرق مؤمنة، كل الميادين فيها كاميرات وفيها خدمات أمنية معززة.